فرونتو فرونتو وماتش على الشاشه مشاهدينا الكرام. اللاعب تييغو ضد اللاعب مينديز جويلرمي مينديز. بدايه قويه من اللاعب جويلرمي مينديز. الان هو في وضعيه الجلوس. لاعب كبير في لعبه الجيجيتسو. محاوله منه ان يحصل على نقطتين في اول مباراه له في نهائيات بطوله العالم للمحترفين الجوجيتسو. بيلعب بدون بدله وبالبدله. محاوله منه انه يطبق عليه حركه الاستسلام. الاثنين يحاولون وضعيه حركه الاستسلام. اللاعب تييغو فرنانديز واللاعب جويلرمي مينديز. وزن تحت ال 65 كيلو جرام مستوى الحزام الاسود. يحاول مينديز انه يسحب ريله. يحاول مينديز انه يخلص ريله من قبضة اللاعب تييغو فرنانديز. اللاعب تييغو فرنانديز أحد المدربين في مدارس الدولة، يدرب طلبة المدارس. نتمنى له التوفيق في هاي المباراة. يحاول اللاعب تييغو أنه يحصل على حركة الفوتلوك من هاي الوضعية. في نفس الوقت يحاول اللاعب جويلرمي مينديز ان يعدي من الجارد. مينديز الان يحصل على نقطتين. جويلرمي مينديز يحصل على نقطتين. قدر ان يعدي من الجارد اللاعب جويلرمي. الان محاوله منه انه يسيطر على الظهر. في نفس الوقت يحاول انه يطبق عليه حركه من حركات الاستسلام. انتقاله جميله من اللاعب جويلرمي مينديز. نعم قدر انه يسيطر على الظهر تقريبا. الحكم في انتظار قرار الحكم. الان انتقل للحركه اللي بعدها، حركه الاستسلام، لكن الحكم يعطي افضليه للاعب جويلرمي مينديز. الان تييغو فرنانديز داخل وضعيه الاوبن جارد، الجارد المفتوح. جويلرمي مينديز في وضعيه الجارد المفتوح. الحكم يوقف المباراه ويطالب من اللاعبين ان يدخلون الى وسط البساط. وماتش الآن يحاول تييغو أنه يعدي من الجارد. يحاول أنه يكسر الحصار اللي حاطينه فيه اللاعب جويلرمي مينديز. في نفس الوقت يحاول مينديز أنه يحصل على أي حركة من حركات السويب. يعتبر اللاعب جويلرمي مينديز لاعب كبير ومصنف من اللاعبين الكبار ومرشح قوي أنه يحصل على ميداليتين ذهبية وعلى درع أو على حزام البطولة. هاي محاولة من أن يطبق عليه حركة الاستسلام. هاي الحركات مشاهدي الكرام غير مسموح لها في مستويات أقل عن حزام الأسود والبني، لأنها تعتبر يعني حركات خطيرة جدا لازم ما يتمتع فيها غير اللاعب صاحب الحزام الأسود. يحاول مينديز أن يسيطر على الظهر. يحاول مينديز او جويلرمي مينديز انه يحصل على افضليه او يحصل على نقاط. على البساط رقم 5 مشاهدينا الكرام خليفه سالم القبيسي. هاروه posição. Só um gancho. E abraço axila. Só isso. Combate.